FM. الكلمة ليك. الناس الكل شافت الفيديو الموجود على ريزو سوسيو فيما يخص بحر الهوارية كيفاش لونه قاعد يتبدل للأكحل. عبيد تقول أنه لوناس سايبت ماء مسخ في البحر وكل واحد وشنو رأيه. لوناس جاوبت قالت ليه ماهوش ماء مسخ, ما فيه شوية رمل. دونك كيما نقولوا هزوا العبيد, هزوا الرمل للدار وهما كيدوشوا تعبيت قنوات لوناس برمل, دونك سيعودوا سايبوه في البحر. تفاصيل ما نعرفوهاش لحد الان شنيا. انتو كان معنا عبر الهاتف مدام سعيده العايب, ناشطه في المجتمع المدني. مرحبا بك مدام سعيده. عسلامه, مرحبا بكم ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. تفاصيل اللي مواكبيننا ومواكبين الهواريه بكل تفاصيلها ومشاكلها. يعيشك مدام سعيده. دونك كنت عطينا اكثر تفاصيل فيما يخص البحر, وقتاش صار التبدل, تبدلت الكولور نتاع الماء وشنو الاسباب حسب انتوما كم ساكنين في الهواريه. بي أنا الفيديو هذاك وصلني كيما وصل برشا ناس, يعني من عند شخص إنسان يسكن غاديكا في الهوارية في شط الجبلي تحديدا وقريب بالمحطة التطهير الصحي بالهوارية تابع الهوارية اللي هي قريبة للسيرغاز, يعني مش في البطحة وسط البلاد, الناس كل تعرفها البلاصة هذيك. اللي احنا مشكله بطبيعتنا ماشيين في حكايه وادي القرعه ودرع اللوش وكل الصرف الصناعي اللي احنا نحاربوا فيه بتعرفوا الناس كل. بما انه شخص مشي معناها في الصباح ماشي يعوم على روحه نورمال يغزر للون اكحل ماشي هو يسرح يسخايب هو من مشيت درع اللوش تاع معين دقردوش قاعدين يصبوا مغادي في الوسخ. لكن ما راعوا اللي هو وقت اللي قاعد يثبت بشويه يلقى الجعبه اللي تخرج في الوسخ في الاوساخ هذيك اللي هي بتاع لوناس قاعده هي اللي تخرج فيها وداخله في البحر 15 متر بس 15 متر اللي هو اصلا مخالف للقانون. يلزم جعبه نتاع الصرف الصحي لوناس يعني تكون داخله في البحر او موان 2 كيلومتر او بيان 3 كيلومتر بريمو, هذه 15 متر برك يعني. قاعد يعوم ويثبت يلقى الوسخ يعني وسخ مش رمل, يعني كيفاش رمل سي با لوجيك باش يكون اوساخ رمال نتاع معناها نتاع ديار ولا تدويش اللي هي باش تخرج غاديكا وتولي كحله, سي با لوجيك. هذايا احنا ماذا بينا راهو تكون احنا الارمل وتكون ما تكونش اوساخ. نحبوا احنا بحرنا يتمسخ, بالعكس نحبوا نثبتوا. وقت اللي احنا خبطنا الفيديو حبينا نثبتوا يعني باش الناس ما تكونش مستهدفه, يعني الناس كل تكون لايق على يقظه اللي بحرنا راهو احنا يلزمنا نحافظوا عليه. ويعطيهم الصحة ومجموعة لوناس وقت اللي فاقوا يعني وشافوا والمجلس البلدي زادة والمسؤول في البيئة هبط على المكان زادة وثبت. أنا باهي سيبيا, أما أموا يعطيونا معلومة صحيحة علاش فما الوسخ هذاك وسخ, يعني صرف منزلي أو حال وسخ ماهوش رمال ماهوش رمال. كريت الفيديو هبطت على الباج فيسبوك كاب اف ام, فما مسؤول من البلديه جاوب قال انه قال التفسير اللي انا قلته من الاول انه الرمل هذاك كيما نقولوا تسدت القنوات نتاع لوناس تسدت بالرمل وهما سرحوه في البحر بالماء المصفي ونظيف ماهوش ماء مسخ اللي سايبوه في البحر. ماهيش منطقيه كيفاش رمل يخرج في جعب ويخرج مران اكحل. كيفاش هو رمل ويخرجوه بعد ما مصفي, يعني سي تدير ما يظهرش حتى ما يظهر رمل يمشي مع رمل نتاع البحر واللون منين جاي اللون يعني فما تراكمات فما راكد فما وسخ. ماذا بينا احنا يطلع ماء نظيف, رانا ما حشناش احنا باش يكون احنا صيحه فزاعه. ردوا بالكم راهو بحرنا خط احمر. بالنسبه للي يخدموا عنا غادي في محطه الصرف الصحي الهواريه نتاع لوناس ماذا بينا يكونوا ديما على استعداد وديما فما صيانة وفما تركيز, وماذا بينا زاد خبير يحد ياخذ لنا عينة من البرودوي هذاك اللي قاعد يصب ويحد لنا يقول لنا إذا كانوا صحي وما في حتى شيء وقت نطمنوا الناس الكل ما في حتى مشكل. واضح هذايا ذوما مطالبكم انت كما نقولوا عوضت العبيد ومطالب العبيد. دونك تحبوا تعرفوا الماء نظيف ولا مسخ, يعوم ولا ما يعومش, سورتو لي انتم بلاصه مزيانه برشا ومعروفه بالسياح يجيوها من البلايص الكل. بالضبط ما نحبوش تتشوه بلادنا من حتى شيره, مش معناها وقت اللي نهبطوا فيديو رانا نشوه في بلادنا, بالعكس احنا قاعدين نحتاط ونعسوا عليها بطريقتنا حتى حد ما يلزمو يمسها. واضح
شكرا لك مدام سعيدة. احنا باش نحاولوا نتصلوا بسي الحبيب بالكحلة، هو مسؤول في لوناس، ما نجمش تحصلوا عليه، باش نحاولوا نتصلوا به وناخذوا اكثر تفاصيل فيما يخص الموضوع هذايا في البحر الهواري. ميرسي بوكو مدام سعيدة. شكرا شكرا لكم. كاب اف ام الكلمة ليك.